كما جئتم في تقريركم الكريم حول زيارة العاهل الأردني وطلب دعمه إلى حكومة بغداد، هو مرتبط بالمشرق الجديد، بمعنى أن هنالك مساعي مشتركة للنظام الذي يسعى إليه الكاظمي كونه صاحب فكرة المشرق الجديد للوصول إلى تحقيق الأمن القومي وتحقيق الأمن الاقتصادي في نفس الوقت. بالتالي هنا في العراق بعض قوى نستطيع أن نقول الخارج عن القانون، قوى اللا دولة التي قفزت على السلطة وقفزت على الدستور وأصبح اليوم دستور عبارة عن يعني أوراق مغذات ببعض الكلمات، لكن في واقع الأمر هم لا يكترثوا للدستور لهذه النقاط، يعني من صلاحية رئيس الوزراء وفق المادة 80 سادسا التفاوض على المعاهدات الدولية، وبالتالي العودة ثم العودة إلى مجلس النواب لغرض سن قانون للتصويت وفق المادة 61، بمعنى أن هنالك إشكالية حتى حول قرار إخراج القوات الأمريكية. هذا القانون الذي صوته إن كان بعيدا عن المكونين الرئيسيين المشتركين مع المكون الذي صوت، لكن في نفس الوقت أصبح هناك مخرج قانوني في التصويت، لكن في آلية التعاطي مع التفاهمات والمعاهدات الدولية هذا بعيد حقيقة.